جيت بقى. اسمع حوار الطرشان انت جوعان وعطشان هالبلد كله خراطة ونحنا رايحين سلاطة تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل قرب نسهل عنا حط بإجراك الشحاطة نحنا تفرعنا عدنا نبورد على البلاطة ما تقلي هلأ عنكم هي اسمها مشاي نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مسطول سمعتك كله معقول سمعتك مين المسؤول سمعتك غيل البنزين سمعتك عم يغلى طحين سمعتك رفنا التأمين سمعتك عم نشكل مين قليلة شكل الله مش غلط قبل الظهر وبعد الظهر شدوا وقدوا كذب الليل تايطلع لي شوية من طب كيف الواحد بده يعيش وعم بنقضيها مناقيش سقطر عم يعمل ابتان عم ننام بالهمان قرب نسهل عنا حط بإجراك الشحاطة نحنا تفرعنا عدنا نبورد على البلاطة ما تقلي هلأ عندكن هي اسمها مشايل نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مسطول سمعتك كله معقول سمعتك مين المسؤول سمعتك غيل البنزين سمعتك عم يغلى طحين سمعتك عرفنا التأمين سمعتك عم نشكي لمين كيفك انت؟ ايوه عدل عادل ابو الجاب لك يا عادل وينك يا عادل انا هون وين بدي اقول لك وخطك مسكر من المفتوح ومش عم ترد علي يا عادل معايزك ضروري يا عادل شو في خير ابي تعمل لي مشكل يا عادل ليه جابي لك يا عادل لك عم يجينا هالايميلات يا عادل لازم نشيلهم من عندي من اللابتوب عبيصير يكون عندي ايميلات ليه بكل العالم يجي ايميلات شو ايميلات لك عم يبعثوا لي ايميلات عن الفياجرا يا عادل عن شو الفياجرا لا ما هو الدعايات بيبعتون لكل العالم يا جابي لك يا عادل لك ليش لقالي بالذات عم يبعتوا لي اياهم اش عرفهم هن هول مش لما انت بس انا يعني انا بيجيني ايميلات كل العالم بيجي ايميلات ما هو بيبعتون هيك عشوائيا انت عم بيجيك ايميل عند فياجرا لك ايه بس بمحيهم شو بدي فيهم انا ليش عم تستعملوا انت عادل انا عم يبعتوا لي اياهم لقالي بالذات بسموني يا جابي انا هيدا اسمه بوينسي بروك قال لي ببعت لك كل علبه بعطيك مع نص علبه ببلاش والله وهيدا واحد تاني روي براون قال لي يا جابي انت لازمك فياجرا فريد سميث مين هذا فريد سميث جون نيفادا مين انه هود يا عادل ما بعرف جابي ابي تعمل لي مشكل يا عادل ما خصني انا لك يا عم طب انا في شغله بدي اقول لك ليك فرج هاودي ايه ليك هي هلا انا رح اغير شوي هيدي الصفحه وقف شو حاطط صورة جيسي جيسي؟ ايه هيدي جيسي يا عادل ايه بس هيدي جيسي ما بحبش ما بطيقش يا عادل ما بطيقه وحاطط لها صورتها؟ كتير بشعة يا عادل هاي بشعة؟ ايه يا عادل ليك عندها رمشين هون مش زابطين كتير جيسي بشعة جابي؟ عادل انت بتشوفها انت بدي افهم شو مفهومك بالذوق انت يا ملك الجمال عادل هيدي بتشوفها هيك بس انت تذكر لي جسمها كيف يا عادل بتعقد حلوه كتير بعرفها لجسمها يا زلمه جسمها غلط من هون هيك وخصره رفيعه هالقد ما عندش الا هالسحبات مثل الحصان ولك شكلها بيضحك يا عادل هي شكلها بيضحك ما بحبش يا عادل ما تقنعنيش فيها بعدين هيدي خاينه كبيره هيدي خاينه ملوفكي ليه معجبه بواحد تاني عم بتحارب انا وياه عليه بمين معجبه هيدا مهند هيدا الممثل بتحبه ولا مهند يا عادل بشو احسن مني هيدا مهند يا عادل والله ما بشي قلت لي انا هو هيديك المره على حبتي مسح معي مسحه ثقيله يا عادل شو عملت عم بعطيها سيجارة عم بولع لها امت اخدت مني السيجارة عم بتولع عم ولعت لي شعرات يا عادل لا هبت مثل ابولي كلني سوا صرنا نقعد نطفي وجيبونا الاطفائية يا عادل لا مسحة كتير تقيل هادي وزريكي كتير تجسي يا عادل شو زريكي يعني زريكي بتزرك بتوزك كتير شو بتوزك يعني لك بتوزك لي كتير كنا قاعدين عم نحضر هيديك المرة ماتش فوتبول كان في عادل الارسنال اسمه ما انا برشاوي يا عادل شو برشاوي انا برشاوي للعظم للموت للدم شو برشاوي برشا مع البرشا يا عادل مع برشلونة هيديك مرة طرقونا 2-1 الارسنال ايه
لك صارت توزقني كثير، بتطلع على البلكون وتعمل لي حركات وها وتوزق لي وتعيط على البلكون. بس خسرته؟ بس خسرنا 2-1. بس شغله كثير عادي يعني، كل العالم بس يربح بيطلع على البلكين بصيروا يهايسوا وكذا ويعملوا هيك. بس مش بالظبط يا عادل، مش لك بيلبسوا ثيابهم وبوسكوا، مش هيك يا عادل. عقليتها مش طبيعيه وقتها، هيدي بتعمل لي مشكله يا عادل هيدي. بعدين عندك شغله لقلك، لقلك انا هول الايميلات لازم اشيلهم اليوم قبل بكره لقلك. ليش بيي بتعرفوا الشهادة؟ اذا شافهم بيقول لي بيقول شو هول الايميلات يا عادل يا كرا اصلا ما تخليهم لشو شو. واذا شافهم بيك شو بصير يعني؟ ابي تعمل لي مشكل يا عادل. يعني صراحة أنا لي 4 ساعات بهذا الموضوع، بس خلص مش هلا هي قصة موضوع. شو يا جماعة؟ أهلاً. شو يا جماعة؟ أهلاً يا زميل. شو قصتكم؟ هيك بدنا نشتغل؟ هيك بدنا نشتغل؟ ليه وين المشكلة؟ هلا من الصبح عم نشتغل نحن بموضوع، من الصبح. لك الرئيس مئاتي هلكني بالتليفونات. ايه طيب. شو مع اساس عم تعملوا دراسه لموضوع الحكومة؟ تقلك شو، ما احترام للرئيس مئاتي، ونحن كمكتبه نحن ما نعمل له دراسه طلبه منه، بس قلنا له بقى تاخذ شويه وقت. إيه بس بعدين صارت تاخذ كثير وقت. وصلنا لنتيجه هلا معي انا هذا الملف، انا والزميل اشتغلنا عليه صرنا 4 ايام، عملنا دراسه من كل نواحي وتوصلنا للنتيجه، عرفنا العقده ومفصل كل شيء. خلاص هذا الرئيس يلا احكي معه. خلص احترامي دولتك. خليه نعم نعم. لا خلص انه مبدئيا نعم يلا خلصوا بس عم بيقولوا دولتك انه في عقده بس بسيطه. لا قال له وصلنا عملنا دراسه. عملوا الدراسه. سلم عليه. بيسلموا عليك. ايه هو سلم عليكم. ايه نعم اوكي عراسي الله معك. زمين هلا اشرح له، انا كاتب له كل شيء هون. هلا اشرح له، عملنا كل الاتصالات مع كل افرقاء تبعولنا هذا، عملنا اتصالات مع الجميع هون، وكل واحد يعطينا رايه، جردناه وكلهم كانوا معطيات ملف كامل متكامل، والعقد صارت محطوطه موجوده. ما بدك الا تفرجيها وتشرح له. فرجي بس تقول له وين العقده. عرفنا نحن توصلنا لنتيجه، اعطيها. عرفتوا وين العقده؟ ايه يعني اذا عرفنا. ما هو اذا عرفنا وين العقده. شوف الملف، يعني بتنحل دغري. طب ما شوف الملف، العقده بالملف. هيدي هي هيدا. شو هاي الملف يا حمد؟ هاي العقدة؟ هيدي العقدة. نعم ملف العقدة، عقد الملف هيدي هي؟ بعطيه غيره؟ ما في غير يعني هيدي العقدة بالملف كله؟ نعم هيدي هي. بس هو كملف خده كله سوا، بعطيه هيك وشرح لي كيف بعطيه هيك؟ لا خلص يعني لا شو ما لها حل هالعقدة؟ هيدي شو بحلها؟ مش غلط مش غلط. ايوه ما فيك تضلك هيك رولا، ما فيك تضلك هيك، انت بتحبي الحياه، انطلقي بقى. لك شو انطلقي؟ طب عم قلك موضوعه دايخه شوي. لك العدوين كلهم ينوجعوا وانت ما تنوجعي، ما انت بتوزعي فهم على العالم بقى. اطلعي تفائلي ظهري عيشي لحظتك. شو هاللحظه هلا ها؟ ما بعرف يا خي، انا عيطت لك ما عيطت لك، عشو بضلك جيت باحضاني هلا؟ ليك ما بيطلع لي هذا عن جد بلا اخلاق. وين ما بروح بيطلع لي معقول؟ شيء مش طبيعي، مش معقول. شو ثقيل. شو بتشربي؟ ما بعرف، قهوه شاي. انا شاي بشرب شاي. شاي مات. مثل ما عم اقول لك، خليكي انت بهالتفكير وبهالنفسيه المنفتحه. مات. ليك كيف مسطل هونيك متر. يا الله طاطا. لا شو نقول؟ أخذ على خاطره انه ما بدي اجي. تا بس ساعات لك الواحد ما بتجي. شو هادي غردي؟ يعلن عن الموضوع. شو لك بهالقصة انت كلها؟ ها مهضومة. مهضومة. ركز معي، 2 شاي أخضر. لا ركز معي، يعني ما تتطلع هيك، يعني عم نطلب 2 شاي أخضر، بعمل لك فيهم شو، برسم لك إيه. شو بدك؟ شاي أخضر 2. لا 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 مش عم صدق. لا مش عم صدق كثير هالقد رح يطلعني من تيابي حباس. ما عم صدق إنه في ناس هيك. شفتي كيف؟ شفتي بس تفوتي هيك بالقصص كيف بترجعي تطلعي من ستريس اللي أنت فيه؟ مظبوط. لا ما قاريني بالمرة. شو ها؟ أي شاي. طيب أول شي طلبت 2 أنا، وطلبت شاي أخضر، مفهوم؟ ايه. واحد شو ها؟ هاي أخضر. هاي أخضر؟ هلا هيك صار شاي أخضر؟ ايه.
وطعمته شو بعمل من طعمته؟ خده خده من خلته. ما بقى بدي شاي. شو بده؟ جيب لنا اثنين قهوه ومشينا بقى. مش معقول مش معقول، عن جد ما بقى عم بقدر اتحمله بقى. في مجال تاني مره بس بدنا نجي لهون تبقى تتاكد بنو المتر. على راسي عن جد عم بيعصبني، ما بقد انه انا واقفه على سوس ونقطه. دخلك شو هو السوس والنقطه لما بيقول سوس ونقطه؟ سوس ونقطه رسمه. ميرسي مرخينا. لا ما بصدق. لا صدق. ما بصدق جاب اثنين قهوه مزبوطين. ما بصدق. صدق صدق. شو شوفي شوفي خير شوفي شوفي في شيء؟ شو عيف عوال؟ ما بعرف. لا شوفي انت بدك اثنين قهوه. ايه ومشينا. ايه قلت لك اثنين قهوه ومشينا. يلا روحوا فلوا. يي لو من... لك شو بك انت عن جد بك شيء؟ بدي فطسه بدي فطسه بهو. تعال تعال خلص روق. ايوه هيدا الحصان انا عم بقول لك ما تلعبوا. طالعين ابري بالعضل امبارح، انا خبروني هذا السيس يلي تحت. ما خلينا نجربه، شو رح نخسر؟ عن جد كنا جربناه. تخبرني انا ما بغشك. ايه انا ما بغشك. انا التعليم اللي جيتني غير هيك كليا، مش وارد ابدا اسمه بالتعليم. هيدا عبودة يا حوا، هذا فاتح دفتر. هذا اللي فاتح دفتر. ايه. حبيبي شو عم تلعب اليوم؟ يلا اطلعوا على المكتب. لا لا ما قلنا جديد بدنا حدا، نحن رايح على المكتب تيلعب لنا. بتلعب لنا هون بلا ما نروح على المكتب. عندكم التعليمات؟ ما عندنا تعليمات يا حوا، ايد لفتحنا. ما حوا مكتبه معه هذا نقال. شو بدك؟ شو؟ بلش معه. يلا اعطينا سحر الشرق. عم فكر لحظة، سحر الشرق بدر الميدان وسحر الليل ولا بديه بالمرة سحر الليل؟ عم بقول لك سحر الليل هذا ياكل الابره بالعضل. ما شو بدك فيه؟ تعبان تعبان. طب ليك اعطيني فخر الزمان، شالي مار وغدر الزمان. ثنائي. لا اعطيني ثلاثي، اعطيني تريو. تريو تريو. اعطيني تريو. فخر الزمان، انفجار وشالي مار. فخر الزمان. ايه. انفجار. ايه. شالي مار. شالي مار. انا لعب لي ابو الفوارس. ابو الفوارس والله مين عطيك اياها التعليمات؟ شو بدك انت خلص؟ صار بيناتنا ايه تعليمات. انتبه ابو الفوارس لعب لي ابو الفوارس. ايه. وهيدا لعب لي لحاله، ولعب لي لعب لي ابو الطوارئ. خد ابو الطوارئ منيح. ابو الطوارئ ابو الطوارئ منيح. وسحر الميدان بدك سحر الميدان مصر عليه؟ يا خيي شو عم تعمل ليرتو؟ خلص هذا ليرتو بدي اليوم. شو عم تعمل ليرتو؟ سحر الميدان ليرتو ب60 اللي هي اللي هي خلص الواحد 60 هذا لكن ما رح يجي هذا بقلك هذا ما رح يطلع من الاسطبل. عم بقول لك شو بدك فيه خوض غيره. ما تزعزع عينيتك ما تزعزع عينيتك. خليك خليك عليه يمكن خليك يعملنا علي. مفاجأة هذا ما بتعرف. ابو الامجاد لعب لي ابو الامجاد. يلا طير طير يلا طير يلا طير يلا. انت احلى عبد بالعالم. هاي ابو الامجاد. انت فاكهة يا حبيب قلبي. يا حبيب احلى. الله يخليك. يلا طيران طيران. طب ليكو شو هلا انتو فوتوا باللعب الثاني اللي عم نلعبه هلا. شو عم تلعب بينجو؟ عم نلعب انظمه هلا صرنا. شو هيدي انظمه؟ كيف يعني انظمه؟ لك ما سامعين وما شايفين كيف الانظمه عم تهرهر وحده ورا وحده. ايه لك ايه يعني شو عم يصير؟ اه نتوقع اي نظام والله. شو لكن ما كرك اه بدل الحصان. هيدي فاتح دفتر فيها كمان. هيدي تقلب العب له العب له العب له انظمه. العب لي بحرين. هاي بحرين. العب لي بحرين جزائر. بحرين يلا مقسومة. يلا بحرين. تعليمي هيدي بحرين. بحرين جزائر. بحرين جزائر. لعبوا لنا هدول دبل ليك. بحرين جزائر. انا العب لي يمن. يمن يمن على ليبيا. ايه يمن اه والله. ايه عبلي يمن على ليبيا. ايه خد مغرب ورجع ليبيا على المغرب. ليبيا على ايه فيها بتقدر تظبط يحمل المغرب. ايه طيب ايه. حط لي موريتانيا. معقول فلت الشوطة اللي بتطلع ممكن موريتانيا. موريتانيا. حط لي موريتانيا. يابا في بعد بلدين هول عم تلعبون؟ لا هول يتركونا من هم. اه هيرو بليهم ليه؟ شو بدكم بهالقصة؟ حطونا شو بدك؟ مجلة مجلة. ايوه أعزائنا المشاهدين مساء الخير. إنه بالفعل جنرال، جنرال وقت الحرب وجنرال وقت السلم. عندما يخسر يعرف كيف يخسر، وعندما يربح لا يشمت أبدا ولا يعير أخصامه وخصومه. كلامه موزون، ومثل ما يقولون كلام الجنرال جنرال الكلام. ميرسي. معنا الآن مباشرة الجنرال يتوجه إليكم. بونسوارك جنرال، يقبرنا عينك. بونسوار هلا تنير وأهلا وسهلا فيك بالرابية وبكل المشاهدين. بما أنك قلت مقدمة كتير مهمة. تسلم. وما عم تقول شي غلط أنه أنا جنرال كلام وكلام الجنرال. تفضل. سوري. شو هيدا؟ باردون. شو هذا؟
ما بعدك عم تحكي مقدمة طويلة عريضة برازي. لا ميرسي جدا. ما بتاكل برازي؟ لا عم بعمل رجيم طازة. بعرف طازة اكيد طازة. صحتين. جنرال اول شيء خلينا نفوت دغري بصلب الموضوع، المشاهد والمواطن يتساءل. ولو طيب وفوت بصلب الموضوع، مين لقطك هلا تنيك وكنعيم؟ لانه عم بيقولوا انه نحن عم بصير في عنا تاخير بتشكيل الحكومه، وفي ناس عم بيوجهوا اصبع الاتهام لحضرتك، عم بيقولوا انه عم بتكون نوع من المعركج. نو 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 باردون، هلا تني من اولها. خلينا نحط النقط على الحروف. انا اكثر واحد بشهاده الكل انه انا اللي عم بسهل للرئيس المكلف تاليف الحكومه وتشكيلها. ومدين ايدينا وعشو عم بيحاسبونا على النوايا، وكلا تتألف الحكومة ببين. نعم اكيد عم بيحاربونا بروباغاندا مخرضة، يعني بتعرف انت وسائل الاعلام. بس جنرال يعني فينا نعتبر انه انت ما عندك مشكلة بالاسماء ولا بالحقائب مثلا. فينا ايدي انا ممدودة للرئيس المكلف ولكل الافريقاء، وما بدنا شيء لقلنا، وكياخذوا اللي بدهم اياه وبس يألف باردون هالحكومة على اساس انه وخلص ما مدين ايدينا. طيب يعني مثلا بتتخلوا عن وزارة الداخلية اللي عم بيقولوا انه هي العقدة؟ نو نو باردون، هلا تنير هلا صار الداخلية لقلنا. ونحن ما بعيننا شيء، ياخذوا اللي بدهم اياه وناخذ الداخلية. لكن فهمنا انه الداخلية بدك ملقط فيها، وشو مثلا نعطيهم الخارجية بهالوضع؟ نو باردون هلا تنير نحن ما في خلاف نحن وابو مصطفى على الخارجية، اذا بيعطينا اياها واتفقنا معه على ان شاء الله كمان وياخذوا اللي بدهم اياه. وقت عم نطلب داخليه وخارجيه، شو هالمشكله هاي؟ ما بيفهموا هالشغله. لكن فينا نعتبر وزاره الدفاع رح تكون من نصيب. وباردون الدفاع هاي بحساباتنا مش من هلا، هاي مرسومه من قبل كذا سنه بحساباتنا. دفاع لقلنا وياخذوا اللي بدهم اياه وخلص. هلا اللي بدهم اياه يعني اكيد الماليه رح تكون من نصيب. وكل مالية هلا تنيب، وكيف ما نحارب الفساد؟ وكل مالية اساس ناخذها، وما استحلوا الا المالية ياخذوا اللي بدهم اياه. لكن العدل رح تكون من نصيبه. نو نو باردون، هلا تنيب في محكمة دولية، اي عدل واي انصاف. وكل العدل لقلنا العدل هيدي وشو عم نطلب؟ اذا طلبنا العدل وياخذوا اللي بدهم اياه، مين لقطهم؟ بديقوا بعينهم دغري على السريع. فاذا وزارة الاشغال فينا نقول باردون هلا تنيل الاشغال. وكل الاشغال لك في طرقات محفرة، في المطار بده ينشغل، في لك العالم بدك تشوف البنى التحتية، هاي لقلنا وياخذوا اللي بدهم اياه. فاذا وزارة الاتصالات رح تكون من نصيبهم. وكل الاتصالات مع شربي وبلش فيها وخطرات وخطرات بيذكروك بامثال هيك بتضحك. طمع وكما بلش فيها شاربيل نحاس وماشي حاله. نعم. معقول نعطيها لغيرنا؟ نعم. وياخذوا اللي بدهم اياه. لكن الطاقه، وزاره الطاقه اللي بدها اي طاقه واي شباك انت. وك الطاقه مع جبران، شو بعمل بجبران؟ مزبوط مع جبران، صح. جبران عم يشتغل. جبران نعم. وي دقت بعينه الطاقه. لكن الصحه، وزاره الصحه بنعطيهم اياها جنرال. وقالتني الصحة، وقالت هي الصحة محسوبة على الرئيس بري. نعم. أنا بتمنى له الصحة والعافية، بس إنه يجربوها معنا للصحة كمان، ما بيخسروا من شيء وياخذوا اللي بدهم اياه. قالتني طب جنرال بنعرف إنه الفريق الآخر طميع كتير وهيدا، ولكن يعني أنت شو رح تترك لهم بهيدا بهالحالة كوزارات سيادية وخدماتية صاروا كلهم وكل باردون قالتني وعم بحكي معك، شو بصير لك خطرات له؟ وكل نحن على الهواء، ما تخلينا هلا وكياخذوا عم لك اللي بدهم اياه دائت بعينهم هالوزارتين. طب شو بعد في بعد في الدوله، وزارات الدوله كم وزير هلا تني اذا اتفقنا على الحكومه؟ هلا اذا باليد واحد 30، اذا 30 بيطلع لهم 6 وزراء دوله بعتقد. بيطلع 6 وزراء دوله؟ بيعطونا 5 وياخذوا الباقي. هلا تني شو هالمشكل؟ بيطلع عم نعطي وكل باقي كله ياخذوه. نحن بناخذ لو بناخذ 5 نحن عم بقول، وياخذوا كل الباقي هن. وشو عم نحكي؟ بنحكيك باليمين بتجاوب بالشمال. يعني العقدة مش من عندك والامور مسهلة وقالتني انا مادي ايدي للكل. حسب قديش بده يكون عدد الوزراء اذا كانوا 24 بدل 30؟
24 وزير؟ نعم. بدنا 26 وزير وياخدوا الباقي، خلص ما فارقة معنا. عم تشوف قديش عم سهلوا هلا اثنين الامور عليهم وعليهم. طيب جنرال اذا كانت 30 مؤلفة من 30 وزير، 30 بدنا 32 وزير. لا قسمت حق وياخدوا الباقي وخلعتني شو بيك رح تطلعني من ثيابي وكلايم؟ سؤال عم تحاسبونا على النواق؟ باردون. مش غلط مش غلط. ايوه واقف 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 صحي يا ريت يا ريت ما يصحينيش. الله يا ست الله. شو عندكم كونسرت انتو مشان مصورخين هيك؟ مصورخين عادي. شو عرفك انه مصورخين؟ ما انكم طايرين؟ طايرين طايرين ايه طايرين ايه شو؟ طايرين ومحلقين ايه مسطلين انتو ولا شو؟ مسطلين عم بحكي معك ونحكوني بطريقة معينة. شو عرفك انه مسطلين؟ هي مبين عليكم مصورخين ومسطلين والرادار بيلقط عنا صار بالايام في شيء اسمه رادار. اوه حتى ايه؟ الرادار عم يلقط المصورخين والمسطلين وكذا؟ ايه عم يلقطوا الرادارات. وقف 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 شو وقف شو بدي وقف؟ وقف بأرضك وقف. ما فيني وحياتك. ليه؟ إلي 25 سنة ما عم بقدر وقف. سأل بوب ما عم تزبط. معنا عم نجرب نوقف ما عم تزبط. والله أنا بقلك بتزبط. كسرها بأرضها. كسرون كسرها على الآخر. كسرون كسرون ايه مكسورين. أنا بدي أومي لفة 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 بأرضها. هي ملفوفة خالصة. كسرون ولففون. ايوه خلص وقفك وقف يلا. هلا أحلى زبط قبل الضوء على الريق. صورخين وطايرين فاكرين هيك انه الدولة سابق. عظيم احلى شيء على الريق. ليك ما البضاعة انت وياه. لحظة عفوا ما تكون ما قال له واصلين. يلا ابو الغضب قال له جايين. ليك ما ابو الغضب شو جايين يلا. ايه انتم ما شايفين حالكم ما البضاعة؟ ليك ما البضاعة انت وياه. احلى بضاعة وحياتك انت. اه والله وحياتك وحيات عيونك. باب اول. وليه 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 شو هالبزر العاطله انت ويا اولاد مين انت وليه؟ خير نحن اولاد عيال معلي ما تواخذنا يعني. ليك هيدي احلى بزره يلا. اه والله هي عطيت الموسم السنه. طيب اعطيني وراقك. شو؟ اعطيني وراقك. وانا بشو بلف؟ لك دفتر دفتر. اعطيني دفترك. اعطيك ورقتين منه بيمشي الحال. لك شو هذا شو عم بيعطيني؟ ورقتين خذ ورقتين. لك دفتر تبع هيدي المحروس اللي قاعد عليها دفاتر. ما معك دفتر؟ اه ما معك دفتر. عظيم عظيم عظيم. دفتر ال دفتر ال انت مش شايف عسكري قدامك؟ وين؟ هرت العساكر كلها. اللي عم بحكي معك هون انا عم تحكيني بطريقه كثير غلط. اللي انا بحبسك انت وياه. طلع انت وياه ومشوا هلا بس ما بقى تسرع وتصرخوا يا خي. لك في رادار عم بلقط الدنيا كلها. هلا ما بنسرع اوكي اه. بس ما بنصوريخ ما بنوعدك هيك. طيب يلا مشو شو رح امرق لكم اياه. الله حبيب القلب لاحظها هيك بيتعاطى لانه كل شيء عم يحكينا. اه لف وكسر وكسر. معك ولا معك ولا؟ لا والله ما بدخل. ما ابدا. لا لا. من هون لهون؟ لا والله يا ريت. لا هونيك يا خي امشي احسن ما عمل لك ظبط. هلا مرقت لك اياها اليوم مشينا. ما بقى تصوريخ انت وياه. كبسه كبسه روح عشي. كبسه كبسه عشي. اجت الدوله اجت الدوله. بيقولوا وينيه الدولة؟ الطاسة وين؟ أنا عوقفتكم مشان الطاسات. ما في طاسات؟ وين في طاسة؟ حاطين برانيت. يلا يلا يلا. ويا ريت زمان يا ريت زمان. أيوة. ولك يا أهلا بالجهر. حبيبي واشتقنا ولو يا الله. حبيبي معقول يا حبيبي. أنا كل يوم عم بوعى الصبح ايه؟ بشكر ربي على النعمة اللي أعطيني إياها يلي هي أنت. انت احلى جار بالدنيا كلياتها. حبيبي حبيبي يا انت حبيبي ما احلاك هيك بوصف. انت مش بس جاري انت جاري وخيي كمان. ها انتبه. انت مش بس جاري وخيي ايه؟ انت جاري وخيي وحبيبي وصديقي و... ايه؟ ولك انت ايه لك ايه انت ايه احلى ايه شيء. ايه ليك 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 حبيبي ايه؟ ما بقى في شيء رح يخلفنا عن بعض. ايه؟ اه انتبه. ها نحن ايه؟ كان في خلافات وخلص ما حيناها. عن شو عم تحكي؟ عن شغله نسيتها. انا نسيتها. انا انا نسيتها هيدي. هيدي الحقبه اللي عم تحكيني فيها انا مش موجوده عندي. سيسي قلبي قلونا سيسي. ايوه تبوير. اهلا بالزراعه. اهلا بالزراعه. شو هالشيء الحلو اللي عم شوفه؟ ما عم صدق. ما عم صدق ابدا. شو عم بتشوفي؟ ما عم تشوفي شيء. عم شوف حب وتبويس وتعبيط وخيي وحبيبه. هيدا حبيبه. هيدا يا
لطيف. حبيبي وين كان خي وحبيبي لما كنت تضلك تنقوا 14 أدار ويا لطيف و... ايه عم تضحك لشو انت و8 أدار ويا لطيف وما بعرف شو خلص سخافات انسناه كله سخافات منيح اللي عرفته انها سخافات مثل هاد الصغار كنتوا عن جد عيب عيب يا حبيبي هيك بوسي خي برافو برافو هيك بوسي انا منيحه معك انت بتجنني ايه طيب بما انه انتوا هلا بتجننوا وكذا وعراسنا وحبيبي وخيي شو رايكم تجوا اليوم انا عزمتكم على العشاء اثنيناتكم تجي بتعشي عنا لا لا عنا لا عنا يا خي عندي طبعا عندي وفرض مره بنحضر اخبار ما بنشوف شو بصير بهالبلد بنحضر خلص لكن على السبعة ونص ما نقدر لا نحن ستة ونص بنكون عندك لنحضر وكذا لحتى نبلش انت عندك العربيه ما ايه ولا لا 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 شو بدنا العربيه نحن بدنا الجزيره عندك الجزيره ولو ايه عندي الجزيرة اصبر لا ليه جار جار جزيرة ما بتحكي اشياء مزبوطة لا ما شفت انت شو صار وقت قصة مصر ايه لا 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 كانوا اخدين طرف الجماعة وعم بزتوا سم على يا عمي هذا شو خاصة نظام الفاسد بس نحن بنعرف انه نحن الجزيرة مع الشعب يا خيال لا هيدا الفرق لا لا عم بزتوا سم على جار عم تغلط الجزيرة بتحكي اشياء صادقة يا ماما روقي شوي العربية خليني خبرك شغلة العربية عنده لا معلش ما كمان في وجهة نظر كمان في وجهة نظر الأنظمة كمان هلا جاي معروف البروباغندا بتعمل هذيك لا اخي ما فرقت عربية جزيرة ما فرقت لا شغلة أساسية انت اللي ما عم تفهمه ايه شو في وجهة نظر النظام عم تنقل العربية بشكل كثير صحيح شو عم بيصير بالبحرين شو عم بيصير بالبحرين مين عم بينقل بالبحرين ما عم بينقل لا لا معروف الجزيرة عم تنقل لك الاشياء بحذافيرها الجزيرة عم بكبوا سم بكف هاي المذيعة طب عالك اللي عم بكبوا سم هدوليك اسيادك لا لا ما تقول اسيادك ما تكبر معروف العربية يا عمي لك عمي متامر يا عمي عميل شو هلا عم نحكي بالعربيه ولا بالجزيره عمل الجزيره اللي عمل لا العربيه هذيك المحطه اللي عم تحكي عنها معلش مع احترامي لوجهه نظرك وجهه نظرك واجري سوا والله عم بتكبر كلام جوا انت بتكبر كلام بس انا بقول لك بس انا بحكي عن الجزيره انت الجزيره اشرف منك ولا لا العربيه اللي اشرف منك اشرف منك ومن السياده يلا ولكل بس ما عمره ما حدا في معك بالكرسي روح روح فلون هون شو هالشعب هيدا قال خلصنا ب 8 و 14 يا محلى بلتستركن ستر وما في عشا ابي تعمل لي مشكل يا هدل شو هاي الملف يا حم هاي العقدة هايدي العقدة نعم ملف العقدة عقد الملف هايدي هي بعطيه غيره هذا ما في يعني هايدي العقدة بالملف كله نعم هادي شو بحلها باردون حلو يلا هاي 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 يلا وما في عشاء حلو يلا طبعا كامل لك وجهة نظرك مش سوا ولعت يا معلم حط لي موريتانيا يابا في بعد بلدين هول عم تلعبون لا هول اتركونا من هم هول بليهم ليه شو بدكم بهالقصة حطونا شو بده تفضل اسمع حوار الطرشان انت جوعان وعطشان هالبلد كله فراطة نحنا رايحين سلاطة تقدر تتفرج على الحل بين سطور لا يمل قرب نسهر عنا حط باجراك الشحاطة نحنا تفرعنا عدنا نبورد عالبلاطة ما تقلي هلأ عندكم هي اسمها مشاي نحنا وانتو اخوة بهالبلد بالنهاية سمعتك شو عم بتقول سمعتك صاير مسطول سمعتك كله معقول سمعتك مين